السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الأنوار عليكم جميعا، جيسبر تكونوا بخير. ألوغ شنجبت لكم اليوم اون سيري ديكزارسيز الكور ديال موفمون اي روبو، وكذلك اللي داخل فيها لا فيتيس موين. داكوغ، دونك نبداو على بركة الله. بالنسبة لا سيري غادي تلقاوها في الجروب ديال التليجرام، كذلك غادي نحاول نحطها لكم في الكوميونيتي في اليوتيوب اذا تفكرت. دونك عافاكم فكروني في لا سيري ونبداو على بركه الله. بالنسبه لي كور ديجا كاينين في القناه، دونك خاصكم طبعا تفرجوا في الفيديو وفي الشرح تعرفوا بعدا تفهموا الدرس، تعرفوا القواعد اللي فيه، وابخي نشوفوا نضبطوا الدرس باش بلي زيكزيرسيس وهذا. دونك هذه كونترول، دونك كونترول الاولاني بالنسبه للدوزيام سيمستر. طبعا سي بور لي 3 اس، كاينين تلاميذ ديال زيكول بريفي تبارك الله ما شاء الله ديجا راه وصلوا لي كونترول الاولانيين. يلا نبداو على بركه الله. دونك بالنسبه للبروميير اكزيرسيس، فوالا دونك البروميير اكزيرسيس على هذا الشكل هذا. اوكي قالك ميتي اون كوا اون فاس دو لا او بيان لي بون ريبونس. اوكي دونك عندي هنايا 3 شوا، غادي نختاروا الاختيار المناسب ديال شاك فراز. لا ريلاسيون بيرميتون دو كالكولي لا فيتيس موين اي، دونك شنو هي العلاقه اللي كتسمح لي بحساب السرعه المتوسطه. دونك ديجا كاينه في الكور في ام اللي هي فيتيس موين، السرعه المتوسطه شنو كتساوي لي دي سور تي، دونك لا ديستانس سور لو طون. داكور دونك في ايغال دي سور تي، فوالا دونك هذا هو الجواب الصحيح. La distance d'arrêt est calculée par la relation. Donc, شنو هي العلاقة؟ إلا بغيت نحسب la distance d'arrêt، يعني مسافة التوقف. Donc, la distance d'arrêt كتساوي لي مسافة رد الفعل distance de réaction plus distance de freinage، يعني مسافة الفرملة. اوكي؟ دونك هذه هي الجواب، هذا هو الجواب الصحيح. L'unité légale de la vitesse اي. اوكي دونك الوحده ديال ديال السرعه سي هي، دونك اما المتر بار سكوند او لا سكوند بار متر او لا كيلومتر بار اور، دونك متر بار سكوند يعني المتر على الثانيه. لا فيتيس انستانتاني، دونك انستانتاني واحد الكلمه اللي هي جديده في هذا الكور هذا. لا فيتيس انستانتاني هي السرعه اللحظيه. شنو هي السرعه اللحظيه؟ يعني هي السرعه اللي كتمشي بها اي حاجه، يعني السرعة الآنية أو السرعة اللحظية. أوكي اي ديتيرميني باردون، كيفاش كيمكننا نحددو هاد السرعة اللحظية؟ واش بالرادار، لو رادار اللي كيكون في الطريق، لا غولاسيون في ايكالا دي سور تي، أولا لانديكاتور دو فيتيس يعني المؤشر ديال السرعة اللي كيكون في كل طوموبيل هاديك السرعة. دونك طبعا كيمكن لي أولا نعرفها بالرادار، دونك الرادار كياخذ كيلتقط هذيك الصوره ديال السرعه اللحظيه الانيه بشحال كنتي ماشي فيها. اوكي وثاني حاجه حتى لانديكاتور دو فيتيس، دونك ملي كتكون كتصور الا بغيتي تعرف السرعه اللحظيه فغتبان لك غتبان لك في الطابلو ديال لانديكاتور دو فيتيس. سي لا فيتيس اوغمونت بوندون لو ميم انترفال دو طون لو موفمون اي دي. اوكي دونك هنا قال لك اذا كانت السرعه كتزاد اوغمونت pendant le même intervalle du temps بنفس شوفوا نفس الزمن ولكن السرعه كتزاد. اوكي دونك لو موفمون الحركه كيف غتكون؟ واش اونيفورم يعني متساويه او لا اكسيليري او لا غالونتي؟ دونك طبعا لو موفمون شنو غيكون؟ اكسيليري. قال كومبليتي لي فراس سويفونت بار سو كي كونفيان. داكور دونك عندي هنايا واحد باراغراف، فوالا واحد باراغراف بلا كلمات. اوكي دونك نختبروا هذا، نشوفوا راسنا واش ضابطين الدرس. دونك لو موفمون اي لو روبو سون دو نوسيون كيف عاملين. اوكي دونك الحركه والسكون هما جوج ديال المفاهيم نسبيه. اوكي كنقولوا ريلاتيف، عقلوا ولا ريلاتيف باردون
relatif. Donc, le mouvement et le repos sont deux notions relatives. Car elles dépendent du علاش لانه كيمكن لي نقول ان واحد الحاجه دابا الحركه والسكون نسبيه لانهم كيتغيروا، ويمكن لي نقول ان واحد الجسم في حركه او جسم في سكون بالنسبه لمن؟ بالنسبه لجسم مرجعي اخر. اذا الجسم المرجعي اش كيتسمى؟ لو كور. عنده ثلاثه الاسماء، كاين كور دو ريفيرونس، كيف ما كاين اوبجي دو ريفيرونس، كيف ما كاين الريفيرونسييل. اوكي، ريفيرونس، اوبجي دو ريفيرونس او لا كور دو ريفيرونس، هادو الاسم المرجعي او لا المرجع. اوكي، الاسم المرجعي او لا المرجع. اوكي، اللي هو من خلاله كنقول ان واحد الجسم او لا واحد الشيء، واحد الجماد، هو ماشي جماد، المهم واحد الشيء طبعا الطوموبيل، المهم اي حاجه، الشجره، وهذا كيمكن لي نقول واش هي في حاله حركه او سكون بالنسبه لمن؟ دونك بالنسبه لي هذاك اللي كنحددو، داك الجسم كيتسمى بالجسم المرجعي. دون ان موفمون دو، دونك موفمون عندي موفمون دو ترانسلاسيون او لا موفمون دو روتاسيون، يا اما حركه ازاحه او لا في حركه دوران. اوكي، دونك دون ان موفمون دو شاكان دي سيغمون، عطيكم واحد السر، واحد الملاحظه. دونك فيما تشوفوا سيغمون قطعه، عرفوا اننا كنهضروا على الازاحه، على الترانسلاسيون. دونك دون ان موفمون دو ترانسلاسيون شاكان دي سيغمون دو لوبجي غارد لا ميم، فوالا. دونك دون ان موفمون دو ترانسلاسيون chacun des segments de l'objet garde la même direction. D'accord ? Qui حافظ على نفس الاتجاه. Direction. عندي هنايا واحد مثلا. Donc, كيبقى يمشي بحال هكذا. كي حافظ ليا على نفس الاتجاه. Donc, نقول translation إزاحة. Un mobile effectue un mouvement de si tous les points. Donc, أول حاجة. إذا شفت tous les points. و شفتو اكس و روتاسيون، هاد ثلاثه الكلمات كيوحيو ليا لا حركه دوران. دونك ان موبيل افيكتو ان موفمون دو روتاسيون، حركه دوران، سي تو لي بوين ديكريف دي يعني جميع النقط، كتعمل لي شنو؟ كتشكل ليا دي سيركل سونتخي سوغ سوغ لاكس دو روتاسيون. دونك هو محور الدوران، كيكون عندي محور دوران، المهم عندي محور دوران وعندي واحد النقيطة اللي كتبقى دور اتجاه. داكوغ، اون باس. قالك ديتيرميني بالنسبة لتخوازيام اكزارسيس، ديتيرميني لو تيب دو موفمون. اوكي، دونك تيب دو موفمون دي كور سويفون. هل عندي من تيب دو موفمون؟ عندي دو تيب دو موفمون، يا اما موفمون دو ترانسلاسيون او لا موفمون دو روتاسيون. اوكي، اوكي، دونك ليغوي دون مونتر، دونك العقارب الساعه كيفاش كيمشيو لي؟ كيشكلوا لي واحد الدائره على لواحد لاكس، المحور الوسط. اذا شنو غتكون؟ موفمون دو روتاسيون. D'accord. Carrosserie d'une voiture. Donc, بالنسبة للسيارة كيف كتمشي في في هذا في إزاحة. D'accord. كتمشي وكتحافظي على نفس الاتجاه. Donc, mouvement de translation. OK. La nacelle de la grande roue. Donc la nacelle هي العربة. دابا كنهضر على هاد العربة هادي. نقدر مثلا ناخد من هنا لهنا، هادي نشكلها أ وهادي بي. أوكي، دونك ها هي العربة، عاود هنا أ وهنا بي. أوكي، عاود هنا هاد العربة، ها هي أ وها هي بي. يعني كتمشي وكتحافظ ليا على نفس هذا. دونك ردوا البال، ما تعملوليش دو روتاسيون. داكوغ، غادي تكون
mouvement de translation. Donc, mouvement de translation circulaire. Voilà. On passe au deuxième exercice. Donc, là, un bus, ok, roule sur une route droite, ok, donc, là, ميمكنش امبوسيبل مستحيل انك تجي وتخدم نيشان ضروري شي هادوك ثلاثه ديال السطور اللي كيكونوا في الاول هادوك كتخرج منهم بزاف ديال المعلومات اللي كتقدر تحتاجهم في الاجابه على الاسئله اول حاجه انسطر على الحاجات المهمين قبل ما نشوف انا الاسئله ان بوس رول باردون رول سور اون روت دروات هاد دروات مهمه ا اون فيتيس حتى هادي مهمه شوفوا فيتيس كونت يعني كيمشي لواحد المسافه فيتاس باردون سرعه كيف عامله يعني سرعه منتظمه كونستانت دون اون فيل عالي اللي هو هذا ا اي اسي دون لو بوس اوكي دونك عالي جالس بسمه مارش دون لالي فير لاريير دو بوس دونك بسمه كتحرك بور فير دي سين اشادي كي او بور دو لا روت هذا على حافه الطريق اوكي Donc complétez le tableau suivant par en mouvement ou la groupe. Yani en groupe. Yani fi halat haraka ou la fi halat sukun. Donc l'état d'Ali par rapport le référentiel. Donc Ali بالنسبه Ali بالنسبه le bus. Donc Ali بالنسبه le bus la roue en repos. Ali بالنسبه البسمه دونك عالي بالنسبه للبسمه سي اون موفمون عالي بالنسبه للشوفور سي اون روبو جو بونس كو هادي ديجا تعاودات عالي بالنسبه للشادي سي اون موفمون لان المسافه بيناتهم كتغير اوكي دونك ابري قال لك كيل اي لو تيب de trajectoire, le type de trajectoire suivi par le bus. Donc le bus, kif machine, le type de trajectoire. Donc on dit trois types de trajectoire. Il y a imma, trajectoire rectiligne, masar mustaqimi, on dit trajectoire circulaire, masar dairi, ou on dit trajectoire courviline, yani munhani. OK? Donc fna dakon le bus kif machine, masar مستقيمي دونك كيل اي لو تيب دو تراجيكتوار سويفي بار لو بلان تراجيكتوار ريكتيلين الا قال لك جوستيفي فوتغ ريبونس يعني علي جوابك في الاول كتبين لنا ان بوس رول سور اون دروات سور اون روت كيف عامله دروات car ونعاود هاد الجمله لو بوس رول سور اون روت دروات دونك اذا جاوبتي هاد الجواب كامل مكمول غتاخد النقيطه ديالك مكموله ثالثيام كيسيون كيل اي لو تيب دو موفمون دو كاروسري دو بوس يعني العربه ديال لو بوس دونك تيب دو موفمون كيف عامل دونك طبعا في حاله كيف في حاله ازاحه علاش لانه كيحافظ على ميم ديريكسيون دونك موفمون دو ترانسلاسيون نقدر نكتب دو ترانسلاسيون ريكتيني مستقيم Quelle est la nature du mouvement? Donc la nature du mouvement, il y a wesh uniforme ou la accélérée ou la retardée. باش غير يمكن لي نعرف من هنا عاملين لك vitesse constante يعني سرعه constante يعني ثابته بسرعه ثابته اذا كيف ماشي هو mouvement uniforme Voilà, ou qu'elle le justifie votre réponse. Je fais tout le jawab, voilà, qu'il y a une flux de texte. Car la vitesse
est constante. Voilà. Donc là, domaine, l'exercice dit la vitesse moyenne qui fait la vitesse moyenne. Le bus est parti de la station d'arrêt à 9h30. Ok. Donc, يعني تحرك مع 9:30 et est arrivé à la prochaine station à 9h42 minutes. Ok. Au salle مع 9h42 دقيقه. La distance parcourue par le bus est la distance donc le masafa اللي عمل هو 13 كيلومتر. Donc calculer en ردوا البال مي كيفرضوا عليك واحد الوحده خصك تحترمها. La vitesse moyenne du mouvement du bus entre les deux stations. Donc شنو غنحسبوا؟ غنحسبوا la vitesse moyenne. Donc on sait que نعلم ان اكتب لي la relation. Donc Vm, la vitesse moyenne égale à d sur t. ياك ونعمل d شحال كتساوي و t شحال كتساوي وابخي نعمل application numérique. Donc d شحال كتساوي عندي 30 كيلومتر. واش غنضطر انني نحولها؟ لا، لانه هما عطاوها لي بالكيلومتر وطالبين مني الكيلومتر. اي نشوفوا دابا التي مي كيعطيوني فوقاش نطالق وفوقاش وصل كنعمل الموان فين فوقاش وصل. دونك لو طون ديال لو طون فينال موان لو طون انيسيال. اوكي دونك غنعمل 9h42 minutes moins 9h30 minutes. شحال غتعطيني؟ غتعطيني 42 ناقص 30 12 دقيقة. اوكي دونك 12 دقيقة انا عندي بالمينوت وهما باش بغاوها بلوغ. دونك انا نعطيكم واحد القاعده بسيطه اللي ما كيعرفش يحسب. كنخدم بالطريقه الثلاثيه. اون اور ساعه شحال فيها من دقيقه؟ 60 دقيقه ياك. انا شنو عندي؟ 12 دقيقه دقيقه تحت دقيقه 12 دقيقه ونعمل الطريقه الثلاثيه سهله. هذه في هذه مقسمه دونك 12 نقسمها على 60 دونك هذه غنقسمها على 60 باش تعطيني 0.2 اور. انا حولتها دونك دي عندي بالكيلومتر و تي عندي بالاور. صافي يسوفي انني نعمل ابليكاسيون نيميريك. دونك في ام كتساوي دي اللي هي 30 كيلومتر باردون 13 كيلومتر لو طون 0.2 اور. عطاتيني بالكيلومتر باغ اور. ما نساوش عافاكم الوحده ديجا عملت الكالكول. دونك غادي تعطيني 65 كيلومتر باغ اور. داكوغ دونك دوزيام اكزرسيس دوزيام كيسيون. ردوا البال مزيان كتحط بزاف ونوريكم كيفاش كنخدموها. فوالا دونك قلت لكم ردوا البال لهاد المساله هادي كتحط بزاف. شنو السؤال كيكون؟ لو شوفور اتيل كومي اون انفراكسيون. عقلوا على هاد انفراكسيون هي مخالفه. اوكي دونك واش الشيفور واش السائق عمل مخالفه؟ يعني واش ما احترمش السرعه المحدده؟ جوستيفي فوت ريبونس باش غنعرفوا. اوكي دونك هو باش كان ماشي باش من سرعه 65. عقلوا عافاكم على هاد 65 لان مي غادي نطلعوا نهبط غادي غتمشي. اوكي شوفوا هي مشات 65. عقلوا عقلوا على 65 مي كنرجع انا للصوره شحال عنده هو؟ 60. شفتوا احترم ولا ما احترمش السرعه المحدده؟ لم يحترم السرعه المحدده لانه هو كان صايب 65 كيلومتر في الساعه وهي في البلاكا مكتوبه 60 كيلومتر في الساعه. فهمت؟ يلا ورجعوا كتبوها فين. دونك Le chauffeur a commis
infraction. Justifié. Donc le car. Il n'a pas respecté mahtaramchi la vitesse limitée. Voilà. يعني VM اللي كتساوي 65 كبر من 60 طبعا كيلومتر باغ اور كيلومتر باغ اور فهمت مزيان دابا شنو غنكالكولي كالكولي لا دوري شوفوا عندك تشوفوا الدي تقول راه هي الدي ديال في ايكال دي سوغ تي ردوا البال كاين لا دوري كاين لا ديستونس لا ديستونس هي المسافه دونك دي ولا دوري هي لو طون دونك غنحسبوا تي minimal du parcours pour une conduite sans infraction. مزيان دونك نحسبو تي انا عندي دي وعندي في دي معروفه راها الفوق شحال كانت هي 13 كيلومتر و في يلا في منين نجيبوها شمن في واش 65 واش 60 60 علاش pour une conduite sans infraction يعني سؤال فيه بياج يعني فهمتوا شويه واش الذكاء باش تعرفوا شنو عناو بالسؤال طبعا خصكم تكونوا كتعرفوا اللغه الفرنسيه ديال المشكله يعني قال لك اذا كان ماشي بالسرعه ليغال يعني فهمتوا السرعه المسموح بها والسرعه المسموح بها شنو هي شحال هي هي 60 ها اذا دونك في ام ايغال دي سور تي وانا شنو بغيت انا بغيت تي دونك تي شنو هي تي سور في ما نعملش ام اوكي دونك دي قلنا هي 13 كيلومتر و في هي 60 كيلومتر باغ اور شي هادي مع هادي دونك 13 على 60 0.216 المتر باردون يا ويلي سكوند كنهضرو على تي داكوغ واو هاد التمرين حبيت 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 واعر اون باس ثوازيام اكزرسيس لاحظوا ثوازيام اكزرسيس مزيان مزيان شي حاجه جديده حنا ماشي كنتعمقوا في التمارين شفتوا بدينا بدي سيري ساهلين حنا ماشي وحنايا كنكتشفوا تمارين مختلفه اون ايتي اوكي في الصيف ان اوتوموبيليست بلاتي 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 بيضا وعلاش غير جاو قالوا لنا اون ايتي يعني فهمتوا الارض الناشفه ما كاين لا انزلاق مزيان يعني في الظروف الملائمه للسياقه خصكم تكونوا ذكيين كي تتعاملوا مع التمرين ان اوتوموبيليست غول ا دونك عطاوني شنو هادي في ام مزيان دونك في ام ايغالا 90 كيلومتر بار اور ابيرسوا اون فاش كي ترافيرس لا روت بروسكومون ا 60 متر دوفون لوي دونك هو ماشي هو يشوف بقرة 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 ياك اون فاش شافها على بعد 70 متر شنو هما لي دوني المعطيات اللي غنحتاج انا لو طون دو رياكسيون دو لوطوموبيل اي دو سكوند واحد سكوند دونك لو طون دو رياكسيون تي ار عطاوها لي مزيان و في ام عطاوها لي هادو كامل غنحتاجوهم نكتبوهم في البغيون باش يبقاو عندي Le système de freinage est en bon état. Bien. Le frein, خدام مزيان في الطوموبيل. Le graphique ci-contre représente la distance de freinage en fonction de la vitesse du véhicule. Distance de freinage. Donc, عندي هنايا distance de freinage DF وعندي هنايا la vitesse VM. V. Oh my god, راه تمشي لي عاود. المهم. Donc اوتوموبيليست بوتيل ايفيتي لا فاش هذا هو السؤال السؤال هو واش الطوموبيل غتقدر انها ايفيتي لا فاش شنو خصني نعمل او بالاحرى شنو خصني نحسب خاصني نحسب لا ديستونس داغي يعني المسافه ديال التوقف ونشوفها ما خصهاش تكون اكثر من ديك شنو شفنا 70 متر ولا 7 متر 70 متر كنظن ياك شفنا 70 متر
شفناها شفناها 70 متر. ايوا دونك نعملوا القاعده تي ا شحال كتساوي؟ دونك كيف ما قلنا دي ا ايغال دي ار بلس دي اف. دونك ديستانس دو رياكسيون و ديستانس دو فريناج، يعني مسافه التوقف زائد مسافه الفرماله. هذه هي كتساوي لي مسافه لا مسافه التوقف كتساوي مسافه رد الفعل رياكسيون زائد مسافه الفرماله. اوكي نبدا نحسب الدي ار. دونك الدي ار ايغال ا في فوا تي ار، كاينه ولا ما كايناش؟ الدي ار هي دونك هذه هي اللي غادي نحسب اخر حاجه. بديت بالدي ار هي في فوا تي ار. اوكي بحيث في شحال كتساوي؟ 90. الى رجعنا راه لا فيتاس هي 90 كيلومتر باغ اور. اوكي وليش غنحولها المتر باغ سكوند؟ دونك غادي نقسمها على 60 باش ترجع لي متر باغ سكوند، عطيني 25. دونك 25 متر باغ سكوند مزيانه في. والتي ار ديك طون دو 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 رياكسيون، يعني زمان رد الفعل راه ديجا عطينو عاوتاني ان سكوند. اوكي دونك الا بغيت انا الدي ار هي في 25 مضروبه في 1 هي 25 شنو متر. اوكي 25 متر مزيانه. دونك الدي ار حسبناها، نمشيو للدي اف ديستونس دو فريناج. دونك ديستونس دو فريناج يعني مسافه رد الفعل شحال هي؟ دونك لاحظوا منين غادي نجيبو الدي اف غادي نشوفوها من الجرافيك. شحال عندي انا لا فيتيس؟ 90. ها هي 90. دونك غادي نطلع ها هي دونك 40. هادي ديستونس دو فريناج دي ار دي اف باردون. دونك دي اف ايغال 40 متر. اوكي دونك ها هي دي ار وها هي دي اف. اذا غادي نجي نعمل دي ا كتساوي دي ار بلس دي اف. دي ار هي 25 زائد والدي اف هي 40. لاحظوا متر متر طبعا هي 65 متر. دونك 65 متر ولا ديستونس ملي شاف هو البقره لافاش شحال كانت؟ 70. اذا غادي يوقف قبل ما يوصل البقره. واو حبيت حتى هاد ليكزارسيس واعر. دونك سؤال بوتي وي لوطوموبيل بو ايفيتي لافاش. دونك وي لوطو موبيليست بو ايفيتي لافاش. هنا 65 يعني صغر من 70 فوالا متر طبعا. اوكي دونك هو غيتوقف 65 متر، غتبقى له 5 متر قبل ما قبل ما ايفيتي لافاج. دونك بهذا كنكونو سالينا هاد لا سيري، صراحه زوينه بزاف بزاف بزاف، ونتمنى انكم تخدموها، واهم حاجه تفهموها كيفاش تخدموا هاد النوع ديال لي زيكزارسيس. دونك بالتوفيق لكم جميعا، تلقاو فيديو قبيله ان شاء الله، دمتم في رعايه الله.